شباب الونيكي زي ما يسمونه شباب. حارس 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 عندك. وين صار؟ حاول تسمع صوت، حاول تحدد صوت. شايفه شايفه. تمام؟ شايفه. يلا يلا يا رب يا رب. شهداء وجرحى وعليقنا تحت الانقاض في مدينة أريحة نتيجة استهداف طيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الروسي. مدينة أريحة بعدة غارات جوية تركزت بشكل مباشر على مشفى مدينة أريحة الذي أصبح الآن خارج عن الخدمة. شهداء وعالقين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. فرق الدفاع المدني تعمل جاهدة على إخماد هذه الحرائق ومحاولة انتشال العالقين من تحت الأنقاض. نلاحظ هنا أيضا لنعرض بعض الدمار في هذه الجهة. الآن يخبرنا المدنيون بوجود أناس على قيد الحياة، أطفال ونساء، ولكن عالقين تحت الأنقاض. فرق الدفاع المدني حتى اللحظة تستغيث وتطلب مناجدة وتطلب مؤازرات من أجل مساعدتهم، ولكن الحرب الرشاش والطيران الحرب الروسي حتى هذه اللحظة لم يساعدهم في الوصول إلى هذه المنطقة. نلاحظ على امتداد هذا الطريق حجم الدمار، وأيضا هنا لفرق الدفاع المدني تصعيد عالي الوتيرة ومكثف من قبل الطيران الحرب التابع لقوات الاحتلال الروسي والتابع لميليشيا أسد الطائفية، قذائف أرض أرض، صواريخ محملة بقنابل العنقودية، مختلف أنواع الأسلحة الآن يتم بها استهداف قرى وبلدات جبل الزاوية ومدينة أريحة. جميل حسن، أورينت نيوز، من مشفى مدينة أريحة ريف أدلب.